قال الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتيه ثم قرسيه بالماء ثم وشيه وصلي فيه. ثم قرسيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى فيه أعاد الصلاة. فلم يغسله بالحال. نعم عادي. لا أول يغسل فلم يغسل وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان وابن المبارك. ولم يوجد بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. نعم استرعى الشيخ. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال بعض أهل العلم فأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم قرسيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وهذا فيه دليل على وجوب غسل دم الحيض وأنه نجس. قل حتيه يعني تحكيه، تحكه بظل، تحكه بعود حتى تزيل يعني العين، عين النجاسة. ثم رشيه بالماء ثم رشيه بعد ذلك. هذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وهو بالاتفاق وهو إجماع. أما غير دم الحيض ففيه خلاف، نقل النووي الإجماع على أن الدم نجس. أما الدم المسفوح فلا إشكال فيه، الدم المسفوح من الذبيحة وفي الذبح. وأما ما يكون في العروق فهذا معفو عنه في اللحم. هذا الدم الذي يقصد إذا كان دم الحيض فلا شك في نجسه، أما في دم الحيض فالنحو طاح. والتحليل بدرهم أو بقلب درهم هذا ليس عليه دليل، ولكن الشيء الذي يعفى عنه في الوداع العرف الشيء الذي نصه يصير يعفى عنه وما زاد على ذلك. أما التحليل بدرهم أو درهم هذا لا دليل عليه. اشتغل الشارع عليه السلام قال: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يوصل وصلى فيه عاد الصلاة. جاء في حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن وقيس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. وفي لفظ: إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة. قال البخاري: حديث باطل وروح هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اخترعه أهل الكوفة. وكان روح بن وضيف يروي الموضوعات عن الثقات،
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأغلظ في نوح بن أبي مريم كذا في تخريج الزيلعي. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أحد الثلاث، وهو قول سفيان بن المبارك وهو قول الحنفية. وقال صاحب الهداية قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر وخرق الدجاج وبول الحمار جازت الثلاث معه. وقال صاحب الهداية قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر وخرق الدجاج وبول الحمار جازت الثلاث معه وإن زاد لم يجز. قال لنا إن القليل لم يمكن التحرز عنه فيجعل معفوا وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء انتهى. قال العيني في شرح البخاري وأما تقدير أصحابنا القليل بقدر الدرهم فلما ذكره صاحب الأسرار عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قدر النجاسة بالدرهم وكفى بهما حجة في الاقتداء. وروي عن عمر أيضا أنه قدره بظفره وفي المحيط وكان ظفره قريبا من كفنا فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع انتهى. قلت لا بد للحنفية أن يثبتوا صحة آثار علي وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم المذكورة، وبمجرد ذكر صاحب الأسرار هذه الآثار لا يصح الاستدلال بها، وإني قد فتشت كثيرا لكن لم أقف على أسانيدها ولا على مخرجيها، فالله تعالى أعلم كيف حالها. وأما قول الحنفية إن ظفر عمر كان قريبا من كفنا فهذا ادعاء محض لم يثبت بدليل صحيح. نعم ثبت أنه رضي الله عنه كان طويل القامة. قال الحافظ ابن الجوزي في كتاب التلقيح ما لفظه تسمية الصوان عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وقيس بن سعد وحبيب بن مسلمة وعلي بن عبد الله بن عباس انتهى. ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لا يستلزم أن يكون ظفره قريبا من كفنا. وأما تقديرهم أخذا عن موضع الاستنجاء فيه أيضا كلام لا يخفى على المتأمل. نعم كل هذا يحتاج إلى دليل واضح أن الشيء المراد بالسير يعني الشيء السير يقي العرف. طيب نعم دم الحيض لا شك في نجاسة ما يرفع عنه شيء يجب يرفع قليله كثير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف خلقه أجمعين محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه باب ما جاء في تنتف النفساء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسكة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت باب ما جاء في كم تنفث النفساء. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسكة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورق من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. قد أجمع وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. نعم. قال حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل. قال الحافظ في التلخيص أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وأبو سهل والثقه البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان وأم بسة مسكة مجهولة الحال. قال الدارقطني وأم بسة مسكة مجهولة الحال. قال الدارقطني لا تكون بها حجة. وقال ابن القطان لا يغرب حالها. وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير ابن زياد ولم يصل. وقال النووي قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، وله شاهد أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن حمي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال لم يروه من حميد غير سلام. وهو ضعيف. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعة. وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. وقال صحيح. وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. وقال صحيح إن سلم من أبي بلال. قلت وقد ضعفه الدارقطني والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف عليه. انتهى ما في التلخيص. وقد ذكر الحافظ حديث الباب في بلوغ المرام وقال صححه الحاكم وأقر تصحيحا ولم ينكر عليه. وقد قال في التقريب وقال صححه الحاكم وأقر تصحيحه ولم ينكر عليه. وقد قال في التقريب في ترجمة مسلم الأزدية إنها مقبولة كما عرفت. وقال صاحب عون المعبود وأجاب في البدر المنير عن القول بجهالة مسلم فقال ولا نسلم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة، فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد والحسن بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين، ورواه محمد بن عبيد بن عبيد الله الأزرمي عن الحسن عن مسة أيضا. فهؤلاء رووا عنها وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنا. وهذا الحديث فيه فعل مسة ومستفيع السلام في جهالة المقبولة، لكن حديث له شواهد وروى عن مسته عدد
فصفعة جهالة الجهالة ثم حزنه الصواعق. وهذا الحديث معتمد عند أهل العلم حديث سلمة والعمدة عند أهل العلم في مكث النساء النفساء 40 يوما. هذا هو المعتمد عند أهل العلم من الجماهير أنها تمكث 40 يوما إلا أن ترضع. إذا انقطع الدم قبل 40 فإنه يلزمها أن تغتسل وتصوم وتصلي. ثم إذا عاود الدم في 40 فدت ولا تعيد صيامها في أيام الاستمارة وقطع الطهر. وإذا تمت 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. وإن جاءها الدم بعد 40 فينظر إن كان وافق عادة عادتها قبل النفاس فإنها تجلس عادتها فيكون حالة خير جاءها. وأما إذا لم يوافق عادة فإنها تعتبر دم حسن تسدل إلى الدم حصل وتصوم وتصلي. هذا هو المعتمد الذي عليه الفتوى والذي اعتمد به معه أهل العلم. قال بعض العلماء إن أكثر مدة النفاس 50 يوما قال بعضهم 60 يوما والصواب أنه أن أخر من الفاتحة 40 يوما إذا لم توقف قبل ذلك. وهذا الحديث هو العمدة في المسلمة فيه مسة مقبولة لكن حديث له شرح. نعم. فيه كلام حول شجاع بن وليد وعلي بن الأعلى. قال شجاع بن وليد أبو بدر السكوني الكوفي صدوق ورع له أوهام. وعن علي بن عبد الأعلى قبل كلام الإقرار ولا بعده؟ لا هذا بس. قال شجاع بن وليد أبو بدر السكوني الكوفي صدوق ورع له أوهام. وعن علي بن عبد الأعلى الثعلبي الكوفي الأحول صدوق ربما وهن كذا في التقريب. ووثقه البخاري كما بينه الترمذي. نعم. الله عنك شكرا شاكرا. يقول وقد جعل ابن قيم في المحلى أن أكثر النفاس 3 أيام فقط. هذه من الغرائب. وخاص ذلك على أيام الحيض وإن لم يعترف بأنه قياس. فالأغرب فزعم أن دم النفاس النفاس كان الحيض. وهذا الذي قاله لم نجد مثله عن أحد من العلماء. هذا غريب. دم الحيض ما هو 7 أيام ما هو 6 أيام. 7 أيام هذا الغالب. قد يكون 10 أيام إلى 15 يقول قد أغرب ابن حزم إيه؟ وقد يعني ابن حزم في محلة أن أكثر النفاس 7 أيام فقط. هذا من الراجعة الله. نعم. صواب أن أهل القرى إلا إذا وقع صواب أن الله عليه وسلم أهل الله عليه وسلم هو لنجل على هذا الحديث حفظ للجمر صلي إلا إذا وفق عادتها قبل النفاس. نعم. تعتبر دم فصل. النساء ما عرفها النفاس هنا تعتد من جديد بالنسبة للحيضة تنحاس ترتيب الدورة السابقة. لا إذا قد ترجع تعود كما كان إذا وافق العادة أما إذا ما وافق فلا تعتد. باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة. قال حديث أنس حديث صحيح
أخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى. وقال في النيل الحديث أخرجه البخاري أيضا للحديث قتادة عن أنس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس بن مالك أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قلت لأنس بن مالك من الفائل هذا نعم نعم. قال قلت لأنس بن مالك أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 ولم يذكر فيه الغسل. قوة 30 هذا خطا صحيح مع قلة الطعام والشراب ومع انشغال أعطاه الله هذه القوة قوة 30 رجلا. نعم. قال أخبرنا أبو أحمد قال اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأنصاري الزبيري مولاهم الكوفي من أصحاب الكتب الستة. قال العجلي ثقة يتشيع. من هو؟ هذا أبو أحمد. أبو أحمد الزبير. بعد كلام قال وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. قال في كلام الترمذي هذا شيء فإن حديث الباب لا يدل على هذا بل يدل على أن لا بأس أن يعود قبل أن يغتسل فتفكر. وأما مسألة العود قبل أن يتوضأ فتأتي في الباب الآتي. وهذا الحديث كما اسم الإفراء قواه الجماعة أبو كتب الستة الشيخ قال المحادي مسلم أبو يود الترمذي والنسائي وغيره. هو دليل على أنه لا بأس أن يقطع رجل على الساعة في وقت واحد لأن عدد من النساء في وقت واحد ولا يعتبر هذا من الجو لأنه في وقت واحد في الساعة لكن عليه يتوضأ على كل جماعة ولا ينبغي أن يعني يكره في حق أن يعود بدون وضوء حتى النوم في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال أينما أحد له وضوء قال عليه يتوضأ أو يأكل أو يشرب أو يعود الجماع عليه أن يتوضأ. وإذا كان اجتماع زوجة أخرى يتأكد. أما قول هذا قول قلنا قول حسن هذا ليس بشيء فاضل لا بد أن يقولوا توضأ لكن غسل واحد إذا كان عادة النساء في عامة ثم يتوضأ. معلوم أن الإنسان يضعف لكن الأنبياء أعطاهم الله القوة كبيرة قوة ثلاثية. سليمان رضي الله عنه صحيح عليه الصلاة والسلام دار على 60 امرأة في ليلة واحدة. أن سليمان رضي الله عنه قال لا تطن الليل على 90 امرأة على 70 فترد كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. انظر الهمة العالية. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يخل فلم يقل لحكمة بالغة. فطاف عليهن فلم تلد ولم تأتي واحده إلا بشق يده واحدة ولدت نصف إسحاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكفي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحادثه ولا قاتلوا في سبيل الله ولد أهل سبيل الله قاتلوا في سبيل الله أجمعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحيث رأى البخاري الصحيح هذه قوة عظيمة دار على 90 امرأة في ليلة واحدة. نعم الأنبياء خفايا. نعم. باب ما جاء في الجنوب إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب.
وقال به غير واحد من أهل العلم. قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. هذا الحديث. هذا حديث. نعم. قال أخذه الجماعة إلى البخاري. نعم. قال أنا بحثي قوله فليتوضأ. نعم. قوله فليتوضأ بينهما أي بين الإتيانين وضوءا أي كوضوء الصلاة، وحمله بعض أهل العلم على الوضوء اللغوي، وقال المراد به غسل الفرج، ورد عليه ابن خزيمة بما رواه في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة. واختلف العلماء في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف لا يستحب، وقال الجمهور يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب، واحتجوا بحديث الباب. وقال الجمهور إن الأمر بالوضوء في هذا الحديث للاستحباب لا للوجوب، واستدلوا على ذلك بما رواه الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. واستدل ابن خزيمة على أن الأمر فيه بالوضوء للند بما رواه في هذا الحديث فقال فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر بالإرشاد أو للند، وحديث الباب حجة على أبو يوسف الذي يرى أن الفرق وقول بالوجود قول قول الجمهور على أنه الاستحباب، وقول بالوجود لأن الأصل في الأوامر الوجود، هذا هو الأصل. نعم. نعم نعم إذا كان زوجة واحدة، وإذا كان زوجتان يكون يتعكر العاشر العاشر. نعم نعم. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد طرح. نعم عند اللي هو سنة الله يرى الوجود والقول الوجود قول الوجود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل تقدمه وكان إمام قومه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل تقدمه وكان إمام قومه وقال كان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. عبد الله بن الأرقم حافظ. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. من معك إصابة؟ ها؟ سحب مع رقم بلاك أسمه؟ قال قال وهكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغل. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم فلم يزيد بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلا. وروى وهيب وغيره كأنس بن عياض وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن رجل عبد الله بن الأرقم، فزاد هؤلاء بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلا. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى قال حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، وأخرج مالك وأبو داود والنسائي نحوه. كلام على فقه الحديث إذا غير الصلاة. قال كلام الشارح قوله قال ها استغفر هذا التقرير مش كافي صار. عبد الله بن عاصم بن أبي أرقم قسم عبد يروح بن مسلم وهب بن عبد الله بن زهر بن مسلم في سن بلاد القرشي الجليل. قال البخاري عبد يروح جده، وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يوم فتح، وكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أبي بكر وعمر، وكان على بيت المال أيام عمر، وكان أميرا عنده. حدثت حصة أنه قال لها لولا أن ينكر على قومك لولا أن ينكر علي قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم. قال الثالث بن يزيد ما رأيت أخشى لله منه. وأخرج البغوي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشهد عبد الله بن الأرقم من أبي يعوز، وكان يجيب عنه الملوك. وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يرسل إلى بعض الملوك. المقصود عبد الله بن الأرقم مش زيد بن الأرقم، قال عبد الله بن الأرقم كلهم من الأرقم. نعم رضي الله عنه. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة. قال إذا أقيمت الصلاة أي قال عروة، فأخذ أي عبد الله بن الأرقم فقدم، أي تقدم الرجل ليؤم القوم. وكان أي عبد الله بن الأرقم ووجد أحدكم الخلاء، أي الحاجة إلى الخلاء. وفي رواية الشافعي ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط، وقال الشارح فليبدأ بالخلاء، قال فليبدأ بالخلاء، وجاز له ترك الجماعة بهذا العذر. وفي رواية مالك إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. أركام الشارح جاء الحديث صحيح لا أخذ بحكم الطعام ولا ما هو الأحضر الثاني، إذا كان ذلك الأحضرين بول الغائط صلى الصلاة، قيل لا صلاة كاملة، وقيل لا صلاة لا صلاة صحيحة. وعلى هذا فإذا صلى هو ذلك الأحضرين فلا صلاة على هذا القول، صلاة قصة عباطة. وقول الثاني أنها صحيح مع الكراهة إذا لم تشغل. نعم لما فينا التشويش، وكذلك إذا كان حضر الطعام تشتد حاجته إليه تشتد نفسه إليه كذلك لا بد أن يأكل. نعم إذا في الجماعة في هذا الحال هذا عذر من عذرة في الجماعة. نعم على حسب النبي. نعم يقطع الصلاة عذر. نعم في الرواية
نعم في الرواية عن عروة قال خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة ثم قال صلوا وذهب لحاجته فلما رجع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة ثم قال صلوا وذهب لحاجته فلما رجع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة بتصريحه بأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم وابن جريج وأيوب ثقتان حسنا. المقصود ما تكلم عن الأقوال في صحتها وعلى الصحة. نعم. نتكلم إن شاء الله على عندكم. هكذا. نعم. نعم سلام. الذكر الشديد حكم واحد يقال حاسب لا يصبح في الظهر حاقب أو حاقب أو حاسب حاقب يدفع البول حاقب يدفع الغائب حاسب يدفع الريح. نعم والله إذا كان مثلا يشغل شغل كثير فما إذا كان قلبي يتحمل أرجو الله. نعم باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمار عن محمد بن إبراهيم محمد بن عمار عمارة عمارة نعم عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ليلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح. باب الوضوء من الموطئ. قال باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. وضوء من الوضوء من الموطئ يعني غسل الرجل إذا كان رطبة لا بد من غسله أما اليابس الخف يتسامح فيه الخف إذا يبس حتى مثل ذلك المرأة يمر على أرض رسخة ثم يرجع على أرض طيبة يطهرها عليه. قال حديث الباب أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والدارمي وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورواه الشافعي وابن أبي شيبة أيضا. وفي الباب عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نسأل إذا مطرنا؟ قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت بلى. قال فهذه بهذه. أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري. والمرأة من دنيا عبد الأشهل هذه صحابية ما تكلم على السند سند المنذري وقال القاضي أبو بكر العربي هذا الحديث من رواه مالك فصح وإن كان غيره لم يره صحيحا والعلة فيه جهالة أم الولد هذه. إيش هذا قال من؟ قال القاضي أبو بكر العربي نعم. هذا الحديث مما رواه مالك صح وإن كان غيره لم يره صحيحا والعلة فيه جهالة أم الولد هذه. قال الذهبي في ميزان حميدة سألت أم سلمة هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي. وأما ابن حجر في التهذيب فإنه لم يجزم بأن حميدة هي أم الولد
بل جوز ذلك فقط. قال في التقريب إنها مقبولة وهذا هو الراجح، فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضر، وخصوصا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في موطئه، وهو أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطا في الرواية عنهم. طيب. كما قال أحمد ومالك من التأويل، قال في المرفع في بعد ذكر تأويل الإمام أحمد والإمام مالك ما لفظه، وما قال أحمد ومالك من التأويل قال لا يستغلي ولو حمل أنه من باب طين الشارع وأنه طاهر ومعقول لعموم البلوى لكان له وجه وجيه، ولكن لا يلائمه قوله أليس بعدها إلى آخر. فالملخص ما قاله الخطابي من أن في إسناد الحديثين مع المقالة لأن أم ولد إبراهيم وامرأة من بني عبد الأشهر مجهولتان لا يعرف حالهما في الثقة والعدالة، فلا يصح الاستدلال بهما، انتهى. وقال أيضا لو ثبت أن أي امرأة من بني عبد الأشهر صحابية لما قيل إنها مجهولة. هذا كلام من؟ هذا كلام مقال الإمام أحمد ومالك. قال حدثنا أبو رجاء قصربي أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قال قلت لأم سلمة في اجتهاد أم ولد المجهول. السنة الثانية امرأة من العبد الأشهر قال نعم رب العبد الأشهر ويقف السابع عندك سنة مثلا هنا أو السنة الشعبية السنة الأشهر وكيف وين المرأة من العبد الأشهر هي أموال الغلطة هاي أو غيره. لا سادة الثاني احترقت الآن سادة الثاني سادة الثاني ايه عليك ايه في الثاني نقع من العودة الشيخ ايه اللي في الشرح ايه بس هذا كالشيء الثاني تتنسل الآخر في الشد بعضهما بعضا. كان الشيخ الإسلام رحمه الله سمد هذا حديث هذا رحل المسلم على المسلم عندك العام هذه المسلم وأن الذيل ذيل المرأة مرة في أرض مصر خط مرة طهرة أحرى وكذلك الخف أما الرجل إذا أحصلت من الرسالة مرة لا بد من نعم عبد الله هذا معروف يا عبد الله قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب على رطب فلا يطهره إلا بالغسل إلا بالغسل. وقال أحمد ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقجره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذلك ليس على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه أن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال وهذا إجماع الأمة. وقال الزرقاني ذهب بعض العلماء إلى حمل القدر على حمل القدر في الحديث على النجاسة ولو رفضه، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعي للرجل. ويؤيده مات بن ماجة عن أبي هريرة قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد
فنضع الطريقة النجسة، فقال صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا، لكنه حديث ضعيف كما قاله البياقي وغيره. وقال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي تحت حديث أم سلمة: إن أصابت ليلة نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيظهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرد، وذلك معفو عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق، كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية، وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلف، ويظهر الخف عند الحنفية والمالكية ويظهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج، وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج، وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه الماء المستنقع وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة الرطبة ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرق، فإن حكمها واحد. وما قال البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر، لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال، وهو معلوم بالقطع في عادة الناس، فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام، لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه أو لا بأس به، لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة، فعلم أنه معفو عنه، وهذا أبلغ من الأول. انتهى. على كل حال لو صح الحديث ما بإسناد، لكن يؤيدها الأدلة التي فيها دفع الحرج، دفع المشقة، فجعل عليها في الدين الحرج. لا يكن الله تعالى أوسع. يقول: هل ما وجد في لباسه رطوبة بعد قيامه من النوم يغتسل مع العلم أن هذه الرطوبة ليس فيها رائحة مني ولا أثر من احتلال في النوم فيصل برودة؟ إذا تحقق أنه مني فيصل برودة، أما إذا تحقق يكون قد يكون مني قد يكون يغسل ما حولهم أفضل، فإذا تحقق أنه مني أو احتلال يجب أن يغسل. نعم. السؤال قبل الأخير: قال: امرأة يأتيها الدم قبل موعد حيضتها ليوم أو يومين وهو قليل نقطة أو نقطتين في اليوم الواحد، فهل تترك الصلاة؟ لا، ما يترك الصلاة. دم الحيض دم يجب نقطة أو نقطتين. نعم. قال: امرأة أسقطت قبل أن يتخلق الجنين ولم تصلي بعد السقط جهلا، هل ليس عليها صلاة؟ ما حكم فعلها وكيف تقضي الصلاة؟ عليها أن تقضي الصلاة إذا أصطرت ما لم يتبين في خلق الإنسان فلا تزور مثل ذلك، كما لو أصطرت فقط تحل قال لا تكون مثل ذلك تبرد الفساد، حفظ لنجم صلي تقضي الصلوات الماضية تسردها إلى ثلاثة أو أربعة أيام خمسة أيام عشرة أيام، تصلي بالترتيب فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ثم تصلي يوم الثاني وقت واحد أو في الليل تستريح، وإذا تعبت ثم تستأنف وتصلي أيضا يوم يومين ثلاثة على حسب فراغها ووقتها. نعم.